أهلا بكم مشاهدينا الكرام في العمق السياسي. بعد الحديث الأخير عن إعادة هيكلة الفرقة الرابعة العاملة في منطقة القلمون بريف دمشق، تتوارد الأنباء بين حين وآخر حول تشكيلة عسكرية جديدة تعمل عليها هذه الفرقة المدعومة إيرانيا. بحسب موقع صوت العاصمة المحلي، كثفت الفرقة الرابعة تحركاتها في الريف الدمشقي تحديدا. نتابع المزيد حول هذا الموضوع في تقرير التالي. بعد الحديث عن تبدل في ولائها على خلفية ظهور قائدها ماهر الأسد في تدريبات روسية، الفرقة الرابعة الذراع الإيراني الأبرز في سوريا تعود إلى المشهد اليوم بتشكيلات عسكرية جديدة ومحاولات لزيادة القبضة الأمنية في ريف دمشق. ميليشيا محلية جديدة تؤسسها الفرقة الرابعة في بلدة زاكيا برعاية المدعو محمود عبد المولى طعمة لمنافسة متزعم أحد المجموعات التابعة لفرع الأمن العسكري عزيز شودب، ليصل عدد المنتسبين إلى 30 عنصرا مع امتيازات للراغبين بالانضمام بحسب موقع صوت العاصمة. محاولات الفرقة الرابعة لتشكيل ميليشيات مسلحة جديدة تركزت منذ نهاية تشرين الأول الماضي على ريف دمشق، شملت قرى وادي بردة وسبقها إعادة هيكلة شاملة لقواتها في القلمون الغربي. وبحسب المصدر، تخضع آلية انتقاء العناصر لإشراف مسؤولين من ميليشيا حزب الله اللبناني مع التركيز على العناصر ذوي الخبرة في طرق التهريب بين لبنان وسوريا، إضافة لترغيب المقاتلين السابقين في صفوف فصائل المعارضة والشبان من أبناء البلدات للانضمام إلى التشكيل. أما عن هدف التشكيل الجديد فهو سعي مشترك بين الفرقة الرابعة وميليشيا حزب الله لفرض نفوذهم على المنطقة بشكل أوسع بعد تقاسم السيطرة بين الميليشيات المحلية والفروع الأمنية، ولضمان الانتشار الكامل على طرق التهريب المحاذية للحدود من القلمون الغربي وحتى درعا وفقا لصوت العاصمة. ومع اندلاع الثورة السورية، ارتبط اسم الفرقة الرابعة بالبطش والترهيب والجرائم ضد الإنسانية، فيما تحول عملها بعد هدوء المعارك إلى النهب وفرض الأتاوات والتضييق على المدنيين عبر حواجزها المنتشرة في عموم البلاد. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة أحمد عبيد الصحفي السوري من اسطنبول، ومصطفى إدريس باحث في مركز رؤى للدراسات من اسطنبول أيضا. أهلا بكما. سيد أحمد، لو بدأت معك، يعني ما هي التفاصيل لديك حول هذه الميليشيات الجديدة التابعة للفرقة الرابعة في المنطقة؟ نعم، مساء الخير. يعني بالبداية، إعادة تشكيل الميليشيا التابعة للفرقة الرابعة بمنطقة القلمون الغربي جاءت لأسباب واضحة، كان هي الاشتباكات المتكررة بقرية الجبة. يعني صار عدة اشتباكات، قتل عدد من الأشخاص من أبناء المنطقة، وصار في اشتباكات بين أهالي قرية الجبة وعناصر ميليشيا أمن الرابعة اللي تابعة للفرقة الرابعة. فإعادة هيكلة هي الميليشيا كان في إلى سبب واضح، هو يعني نوعا ما كان تهدئة الأهالي يعني على العناصر والقيادات الموجودة حاليا. بالنسبة لمنطقة زاكية وريف دمشق الغربي باتجاه قنيطرة، يعني لحد اللحظة عملية تجنيد الأشخاص ضمن ميليشيات تابعة للفرقة الرابعة هي يعني مجرد طرح. لحد اليوم ما تم تشكيل أي ميليشيا. الميليشيا أساسا أو فكرة التجنيد أساسا إجت على بناء على مشاكل واشتباكات صارت بين عزيز شودب، هو قيادي تابع للأمن العسكري، وبين محمود طعمة، هو من أبناء زاكي. لا بس للتوضيح، يعني حتى عزيز شودب حاليا بالوقت الراهن يعني هو تابع للأمن العسكري، هو كشخص معه بطاقة أمنية من الأمن العسكري. أخوه كان عراب المصالحات بمنطقة خان الشيح وزاكية، كمان هو مدعوم من الأمن العسكري، لكن كميليشيا أو كمجموعة هو معه، يعني هو فينا نقول عنه عصابة، لأنه حتى الأشخاص الموجودين تحت إشرافه، المسلحين تحت إشرافه، يعني لليوم ما معهم بطاقات أمنية، فهن ما لهم مصنفين أصلا ميليشيا، هن مجموعة أو عصابة تابعة لشخص مدعوم من الأمن العسكري. نعم، ماذا عن وادي بردة سيد أحمد؟ يعني تقول بأنه لم يجري تشكيل ميليشيات في تلك المنطقة في زاكي مثلا، إنما ماذا عن وادي بردة؟ هل أيضا الموضوع ضمن الدراسة؟ وادي بردة قائم، مشروع التجنيد هو كمان توسيع للميليشيات المحلية حتى بزاكي، يعني المشروع قائم، لكن هناك يعني في تناحر بين عزيز شودة وبين محمود طعمة مين اللي بده يتولى هي الميليشيا، علما أنه في ميليشيا تانية للفرقة الرابعة موجودة، يعني بقودة ياسر الفهاد، فهن موجودين على الأرض وهي مجرد توسعة.
هلا خطة الفرقة الرابعة أو دوافع الفرقة الرابعة لتشكيل هاي الميليشيات هو تغيير ملف الأمني لريف دمشق بالكامل. يعني خلال السنة الجارية يعني خلال هاي الأشهر القليلة الماضية تم سحب ملف كذا بلدة أو مدينة من ريف دمشق وتسليمه للأمن العسكري. يعني حاليا أو يعني رسميا إذا بدنا نقول أو كملف سيطرة واضح في توسع للأمن العسكري على حساب الفرقة الرابعة بشكل واضح. طبعا هذا بالتنسيق مع مكتب الأمن الوطني. فالفرقة الرابعة يعني عندها رغبة بالتوسع أو استمرار وجودها بهي المناطق. فأي منطقة عم تنسحب منها حواجز الرابعة ويتسلم ملفها العسكري للفرقة الرابعة يتم تشكيل ميليشيا من أبناء المنطقة إثبات وجود للفرقة الرابعة فيها. نعم، سأنتقل إلى ضيفي سيد مصطفى، أهلا بك مجددا. يعني تشكيلات عسكرية جديدة وتحركات واسعة للفرقة الرابعة والأذرع الإيرانية المتمثلة بحزب الله بريف دمشق، ما الهدف منها برأيك؟ نعم سيدتي، بداية التحية لك وضيفك الكريم والسادة المشاهدين جميعا. سياسيا سيدتي المسألة تتعلق بالدرجة الأولى بالسيطرة السياسية والعسكرية على الأرض. في البداية سياسيا واليوم وصلنا إلى مرحلة السيطرة العسكرية. لا يخفى على أحد حجم التوغل العسكري من قبل النظام قوات إيرانية قوات روسية وصولا إلى عمق المناطق المحررة. وهذا يعني أو يشير في ظل توقف الهدن والاتفاقات التي جرى العمل عليها مسبقا خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الحديث اليوم عن العودة إلى طاولة المفاوضات، فمسألة الحسم العسكري والسيطرة العسكرية باتت هي الأساس في مستقبل العملية السياسية في سوريا. فاليوم ترتيب البيت الداخلي وإعادة السيطرة على القوات، كل هذا يمهد بالدرجة الأولى إلى ما يمكن الحديث عنه في عن المستقبل السياسي لسوريا والاجتماعات التي يمكن أن تكون في قادم الأيام. اليوم الجميع يعلم تماما، وكما تفضل ضيفك الكريم، حالة الفوضى التي تعيشها الأجزاء الخارجة عن نطاق الثورة السورية أو التي تعتبر أنها خارجة عن نطاق الثورة السورية، حالة كبيرة من الفوضى، حالة كبيرة من الفوضى ما بين المؤسسات الأمنية ذاتها، حالة كبيرة من الفوضى ما بين الحلفاء الداعمين لنظام بشار الأسد ما بين الروس وما بين الإيرانيين. فأنا أعتقد أن مسألة ترتيب البيت الداخلي وإعادة السيطرة وإعادة التنظيم هي أساس للمستقبل الذي سيبنى عليه أي عملية سياسية في قادم الأيام. نعم سيد أحمد، لو عدت إليك، يعني تحدثت قبل قليل وأيضا يعني في جميع التقارير نرى بأن الصراع اليوم لا يتوقف بين الميليشيات تحديدا في القلمون. ما هو جوهر هذه الخلافات؟ هل هو يعني فرض السيطرة، نقاط التهريب؟ يعني الفرقة الرابعة الهدف الأساسي تبع الفرقة الرابعة اليوم تعتمد على تمويل خارج عن الدولة أو خارج عن التمويل المخصص للقطاع العسكرية أو لفرق الجيش. فالفرقة الرابعة اعتمادها بشكل رئيسي على المعابر الحدودية. ذكرنا بتقرير سابق نحن كان لتغيير قيادة الميليشيا بالقلمون الغربي بالمرة الماضية كان سببه هو خلاف بين الفرقة الرابعة وبين متزعم الميليشيا، هو عضو مجلس الشعب سابق يعني اسمه عبدو أسعد. الخلاف كان على نسبة الفرقة الرابعة. يعني الفرقة الرابعة اليوم بتأجر لحدود تأجير القلمون حصرا يعني مليار ليرة شهريا لأربع أو خمس نقاط عبور. الميليشيا المحلية اللي هي مستلمة المنطقة هي اللي عم تستلم عمليات التهريب، يعني هي تجارة متبادلة مثل نسبة. فوقت اللي صار في خلاف بين الفرقة الرابعة وبين زعم الميليشيا القديم على هي النسبة تم عزله وتسليمه لقيادة جديدة، ومثل ما ذكرت يعني صار في اشتباكات مع الأهالي ورجعوا القيادة القديمة نفسها. فالفرقة الرابعة هدفها بالوقت الراهن هو الحدود وتأجير الحدود، يعني مثل ضمان عم يضمنوا هاي الحدود. بالنسبة لمنطقة جبل الشيخ وزاكية، الخلاف قديم، يعني الخلاف من بداية العام أو من نهاية العام الماضي بدأ الخلاف بين أبو علي خضر وبين قيادي كان ببيت جن اسمه مورو، اغتالوه ببداية العام. طبعا هذا الخلاف كمان كان على خطوط التهريب بين سوريا ولبنان من جهة بيت جن وشبعة، ما كان في ما قدروا يتوصلوا لاتفاق. ولحد اليوم الميليشيا أو المجموعات المتمركزة ببيت جن قائمة على خطوط التهريب خارج سيطرة الرابعة أو خارج إشراف الرابعة، وهو سبب تشكيل هاي الميليشيا بزاكية، وهو سبب وضع أربع أو خمس حواجز تم وضعهم يعني بين زاكية
وخان الشيح بيقطعوا الطريق الواصل بين بيتجن ودمشق. يعني الرابعة ما قدرت اليوم تسيطر على الحدود بحد ذاتها، لكن قطعت طريق تصريف هي المهربات. فخطوط التهريب هي أساس الخلافات وأساس إعادة التشكيل وأساس تسليم قيادات جديدة. يعني هي عملية تجارية بحت، بالإضافة إلى التوسع العسكري. يعني كمان ذكرت في توسع للأمن العسكري على حساب الفرقة الرابعة، هو الفرقة الرابعة ما بترغب فيه ولا بتقبل فيه، يعني خاصة بريف دمشق الغربي. الفرقة الرابعة تعتبر، يعني هي بتعتبر نفسها هي الراعي للمنطقة. كل عمليات التهجير اللي صارت بإشراف قوات الغيث أو بإشراف القوات الرديفة الرابعة. كل الحملات العسكرية كانت بإشراف الفرقة الرابعة. يعني الفرقة الرابعة بتعتبر حالها هي الوصي على هي المنطقة، أو هي اللي قدرت تسيطر على هي المنطقة. ما بتقبل طرف صراع تاني يفوت أو يستلم هو الملف العسكري. نعم، مشاهدينا وضيوفي الأكارم، فاصل أخير ونعود لمتابعة هذه الحلقة من العمق السياسي. ابقوا معنا.